بونجور أمل، سالش، صباح. الحمد لله، شبيك درتي الفاكسو مازالك خايفة؟ حتى بعد تلقي اللقاح من الضروري الحفاظ على الإجراءات الوقائية، وهي غسل اليدين، التباعد الجسدي وارتداء القناع. تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك، مصحوبين بوثيقة الهوية لتلقي اللقاح. بالتلقيح ضد كوفيد-19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم.